السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من آخر خلاص. معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإسباني وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباراة اليوم، مباراة ريال مدريد أمام رايو فايكانو، آخر مباراة في الجولة 13 من الدوري الإسباني. متابعين الكرام، اليوم رايو فايكانو فازت على ريال مدريد 3-2. أحرز هدف رايو فايكانو سانتي كيميسانيا في الدقيقة 5، ألفارو غارسيا في الدقيقة 44، وأوسكار تريخو ضربة جزاء في الدقيقة 67. هدفي ريال مدريد عن طريق ضربة جزاء لكومودريتش في الدقيقة 37، وقدر من لتاو في الدقيقة 41. رايو فايكانو فازت رغم ان اللاعب اندوني روالا اطرد من الفريق في الدقيقة 61. متابعين الكرام، بالنسبة للمباريات السابقة، بدأت الجولة يوم الجمعة الماضية 4/11/2022، جيرونا فازت على اتلتيك بلباو 2-1. يوم السبت 5/11، ختافي تعادلات امام كادش 0-0. بلد لوليد فازت على إلتشي 2-1، سيلتا فيجو خسرت من أوساسونا 1-2، وبرشلونة فازت على ألميريا 2-0. يوم الأحد 6/11/2022، أتلتيكو مدريد تعادلت أم إسبانيول 1-1، ريال سوسيداد تعادلت أم فالنسيا 1-1، فياريال خسرت من مايوركا 0-2، وريال بيتيس تعادلت أم إشبيلية 1-1. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الإسباني وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم. متابعين الكرام، رسميا نادي برشلونة متصدر الدوري برصيد 34 نقطة، ريال مدريد المركز الثاني ب 32 نقطة، أتلتيكو مدريد المركز الثالث 24 نقطة، ريال بيتيس المركز الرابع 24 نقطة، أوساسونا المركز الخامس 23 نقطة، ريال سوسيداد المركز السادس 23 نقطة، أتلتيك بلباو المركز السابع 21 نقطة، رايو فايكانو المركز الثامن 21 نقطة، فياريال المركز التاسع 18 نقطة، بلد الوليد المركز العاشر 17 نقطة، فالنسيا المركز 11 16 نقطة، مايوركا المركز 12 16 نقطة، ختافي المركز 13 14 نقطة، جيرونا المركز 14 13 نقطة، الميريا المركز 15 13 نقطة، اسبانيول المركز 16 12 نقطة، اشبيليا المركز 17 11 نقطة، سيلتا فيجو المركز 18 11 نقطة، قادش المركز 19 11 نقطة، وإليتش المركز 20 والأخير 4 نقاط. متابعين الكرام، بالنسبة لترتيب الهدافين، متصدر الهدافين روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة المركز الأول 13 هدف، المركز الثاني بورخا لاعب ريال بيتيس 8 أهداف، والمركز الثالث إياغو سباس لاعب سيلتا فيجو 7 أهداف، وخصولو لاعب إسبانيول، وفيدات موريكي لاعب مايوركا، والمركز الرابع فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد 6 أهداف، ولويس فيلا لاعب أوساسونا، وفينيسيو جونيور لاعب ريال مدريد. متابعين الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب صناعة الأهداف. متصدر صناعة الأهداف عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة المركز الأول صنع 5 أهداف، المركز الثاني ميكيل ميرينو لاعب ريال سوسيداد صنع 4 أهداف، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة، ورودريغو لاعب ريال مدريد، وهوغو غيامون لاعب فالنسيا. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.